هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم بفيديو جديد، تاني يوم ليا في اسكندريه، فحبيت اعمل الفلوج ده معاكم، اخدكم معايا واحده واحده. انا طبعا صحيت من النوم، مجرد اللي انا فطرت ولبست على طول عشان اروح البحر. طبعا كل الناس بتعمل الموضوع ده، هاخدكم معايا واحده واحده وانا رايحه للشاطئ. دلوقتي معايا جانا اهو. هاي. هننزل بقى، مش عارفه انزل البحر ولا لا، ولا هتصور ولا هعمل ايه، بس بفكر هعمل حاجات كده هتعجبكم، فكملوا الفيديو وشوفوا هنعمل ايه. وقبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا نبدا الفيديو. يلا نبدا الفيديو. هتروحي فين؟ هتروحي فين دلوقتي؟ البحر. ونزلنا دلوقتي ورايحين البحر، خدكم واحده واحده معايا وكده. عايزه يعني اشارك معاكم اللحظه دي واقول لكم يا جماعه، اسعد لحظه في حياه الانسان ان هو رايح كده وماشي يعني الشارع بتاع البحر ده، عارفين اللي هو لما تيجي تمشي الحته بتاعت البحر كده تحسوا بريحه حلوه وحاجه جميله جدا. ايه ده يا دودو؟ ايه ده؟ الودود دي ليك. الودود دي ليا؟ يعني ليه ليا؟ عشان انت حبيبتي وبتلعبي معايا وبتخليني اجي معاكي البحر كمان؟ طب ماشي وريني. لا لا، تعالي تعالي اقول لك على حاجه يا دودو. دودو لا لا لا، موتت الواد ده كله. شكرا بس ما تقطفهمش تاني عشان حرام. ماشي ماشي، شكرا. انت مش عايزاهم الدول او انت عايزاهم؟ دول جمال قوي بس خليهم معاكي. ماشي لغايه ما ننزل البحر. هاتي بوصه، يلا بسرعه، بوصه كبيره. يلا بينا. يابا يلا. بصوا يا جماعه، ده اللي كنا فيه امبارح بالليل انا وجنى. بص الفرق من امبارح. وريني واحدة سوداني وواحدة هتعمل الله. عاملة كام؟ تعالوا كده دوق دي. هاتي المدورة دي. المفروض دلوقتي هنركب البنانة. هنعمل ايه؟ تعمل ايه؟ نلبس اللايف جاكيت بقى عشان ما نغرقش هناك. هو اللي اللي احنا وريني كده. محمد كان لبست اللايف جاكيت، وتعالوا معايا بقى اوريكم انا اعمل ايه وكده. تعالوا معايا. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا رحت البحر ورجعت من البحر ونمت كتير قوي، اكلت ونمت وهيصنا شويه، وبعد كده لسه صاحيه وهنروح لزين. زين ده ايه؟ هتعرفوا دلوقتي كل حاجه وتشوفوا كل حاجه، وتعالوا معايا بقى كده. المفروض جه دلوقتي زين، هنعمل ريفيو جامد عنه صح؟ اه في زين. زين دلوقتي هنشوف هناكل ايه واوريكم. الحاجات بقى اللي طلبناها في زين. ده احسن حد بيعمل مانجا بجد يا جماعه، يعني العشاق المانجا فيجوا المكان ده. زين احسن حد بيعمل يعني حاجه جامده زي كده، جامده قوي. انت هتجيبي اندومي بالايه؟ بالخضار. هاتي اي حاجه انت بتحبيها صغير.
كده احنا ماشيين اهي. بصوا يا جماعه من مصحيح. بصوا بقى يا جماعه انا ما عرفتش امبارح اظبط ولا اتكلم ولا اعمل اي حاجه، لان بعد ما روحنا زين روحنا مش نمنا، احنا اتقتلنا. فاحنا ممكن نخلي بقى فلوج النهارده وفلوج امبارح الاثنين مع بعض بقى، فاهمين؟ ونصور بقى بكره لو نزلنا. و المفروض كانت تيجي يا جماعه من اليوم الجمعه عشان تقعد اسبوع، بس هي جت بقى من اليوم الاثنين. صح. رايحين بيتنا دلوقتي زي ما قلت لكم، هو المفروض هنا عند العربيه بتاعتنا. وريهم الطقم. طب وريهم الطقم. لا اتفتت النهارده اهو. شفت صاحبتي بقالي كام سنه ما شفتكيش؟ 5 سنين. 5 سنين اقسم بالله بجد ده من احسن الايام. انت وحشاني قوي والله. والله العظيم انا بحبها. 5 سنين يا جماعه. اوسط قوي. انا بحبها قوي يا جماعه والله. المكان ده مشهور قوي في المعموره، ممسى كده اسمه ايه؟ تعرفيش؟ لا ملوش اسم. هو ملوش اسم بس هنا في المعموره. بس بينور بالليل بجد حلو قوي للتصوير، انصحكم تيجوا تصوروا فيه. الذكرى امانه. وهنا محمود زائد ندى الحب كله. وهنا بسام بيحب ندى والتاريخ بتاعهم. وايه وايه ده؟ معلش والنبي يا بنتي. ومش عارفه مين ديت. هنا في المعموره عند الكافيهات، المكان اللي جنب الملاهي بجد حلو قوي قوي. بصوا يا جماعه العربيه اللي هناك دي تفضل ماشيه كده، عربيه الناموس تفضل ماشيه كده في المعموره كلها. بجد كنت مفتقداها. تحسوا كده اللي هو ايه ده؟ قنبله ذريه دي ولا ايه؟ ماشي في كل الاماكن. جيت اعمل ريفيو في مطعم جيسكي بقى مع ملك ومع ماما ومع خاله ومع علي، الباقي بقى قاعد في البيت. بجد المطعم طلع حلو جدا جدا يا جماعه وجميله قوي. اوريكم الاكل عامل ازاي بعد الجريمه، بعد ما اكلنا اصلا. بجد حاجه في قمه الحلاوه. اهم حاجه صوص الرانش. ايه رايك في الاكل يا ملك؟ صحبه. ايه رايك في الاكل يا ماما؟ عم احمد. ماجستي اللي في المعموره من احسن المطاعم اللي جربتها بجد. ناس محترمه واكل كويس جدا، ونزل لها كمان في عروض حلوه قوي وبينزل معاها هدايا. فبجد انصحكم انتم تجربوه. يا جماعه لقينا ايه في البحر؟ كنا بنتمشى بالليل على البحر كده، لقينا قنديل البحر. انا بتمشى جمعت ايه؟ قعدت اجمع الصدفات. فضلنا قاعدين لغايه ما ده الغروب ولا الشروق؟ ده الشروق. بصوا يا جماعه تحفه تحفه. الساعه دلوقتي 5. قعدنا انا وماما والعصره بتاعتنا دي. قعدنا كلنا كده شايفين الشروق تحفه، وفي ناس نازله هناك اهي. بجد الجو خطير والقعده يعني تحفه. المعمورة وجمال المعمورة بالليل حاجة كده خطارة. احنا دلوقتي في الشروق، شايفين الحلاوة؟ شايفين دلوقتي؟ احنا صرمنا العيال الصغير، المفروض كنا نروح بس عملنا كده حوار كده، وهم يشوفوا الفيديو هيصدموا اصلا، هم فاكريننا اللي احنا رايحين المستشفى. لا احنا رايحين نتمشى. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه وكده. بصوا الندى من بره كده مش الدنيا بتمطر ولا احنا راشين مية، ده الندى عشان بصوا النهار بيطلع اصلا. المفروض نروح الساعة خلاص 6، فاحنا قررنا ان احنا هنتمشى. كوبري ستانلي هنا. بصوا المنظر بجد انا مهما اوصف. بصوا المنظر بالله عليكم، منظر خطير خطير خطير. بصوا الكوبري ستانلي تحفه، منورين النور هنا كده خطير. دلوقتي فين يا ماما؟ بير مسعود. جينا بير مسعود، هنشوف بقى ايه بير مسعود وايه حكايته كده. ماما هو ايه حكايته اصلا؟ انا اسمع ان هو بيجيب الحظ، او يعني بيجيب الحظ ازاي؟ هو تقريبا في حد مات اللي هو مسعود ده مات؟ مش عارفه قصته بصراحه ولا انا عارفه، بس انا كنت باجي هنا اسكندريه
كنت بشوف ناس بيرموا بيقولوا حاجة يعني بيتمنوا امنيات. مفيش الكلام ده يا ماما حرام والله بيقولوا كده. هنشوف الموضوع ده هنشوف الموضوع ده. بصوا الصيادين يا جماعة الناس قاعدة كل ده والساعة 5:30 يعني بجد الله على اسكندرية. هنا قاعدين بنلموا الفلوس ما شاء الله. بص الفلوس اللي هما بيحطوها بيرموها هنا هو حد بينزل بالليل كده يبقى يلمها. طب انا بقول لك بقول لك كل سنه بتيجي تعمل فلوس كل سنه تيجي تهدف جري. ايوه انا كفيهم 10 سنين وخدهم 10 جنيه. ايوه صح. بص كده اهو فاهم دي بقى. رجعنا خلصت الحكايه رجعنا البيت تاني اهو وهنعمل ايه؟ هنطلع ننام شويه بعدين ننزل على البحر هنجيلكم واحده 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 هنجيلكم اقول لكم كل حاجه. يلا باي.